سلام بنات كديري، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ومزوجي لي صلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كديرين؟ اش اخباركم؟ صحه لاباس؟ يا رب تكونوا باتم الصحه يا ربي. غبره هذه غبرت عليكم، يعني داز تقريبا دابا راه شي مده، دابا ديال 6 شهور تقريبا، 6 شهور ديك راهت ليا هكا في اليوتيوب، 6 شهور وانا غابر عليكم وما بقيت حطيت لكم والو، ما بقيت قلت لكم حتى شي حاجه، فين غبرت وهكا. ولهلي حاط لكم شكرا بزاف بعد على 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 لي ميساج ديالكم وعلى التعاليق اللي تخليو ليا الا فين غبرتي وهكا، وديما مشطونين عليا وديما رادين ليا البال هكا وخايفين عليا. لهلي حاط لكم بارك الله فيكم، شكرا بزاف. ديما تنقول لكم راكم تاج فوق راس لهلي، خطيكم عليا نتوما عارفيني، وما ديما تنبقى نغبر وترجع وتنقول لكم نتوما عارفيني. وهذا شوف الانسان ملي شي يكون شي يغبر الا وكل اللي الظروف عنده ظروف الخاصه ديالو. انا من النوع اللي واخا عندي قناه ولا هكا، من النوع اللي تكون عندي شي مشكل ولا هكا بسيشيكمو هكا تنبرد، يعني ما تنقدرش نهز التليفون وندير فيديوهات وهكا، كنت نكون عندي شي حاجه فرحاني ولا عندي شي حاجه مديراني، يعني صافي يعني تنتربج ما تنقدرش. واصلا حتى التليفون ما كانش عندي تقريبا، التليفون يلا درته غير هاد الايام، يعني كتبعته هكا والله خديت واحد اخر ودرته. وجا المشكله اللي كنتو عارفين الايفون ما بغاش يتحد ليا القناه ديالي هنايا، يعني حاولنا عاد القناه ديالي تحلت، حق ضروري خاصك الايفون ديال القديم، يعني مشكله اللي طرات، يعني خاص ضروري يكون التليفون الاخر اللي كديجا حل فيه القناه هو اللي يعطيني العكسي باش نفرق. والحمد لله بعدا بقينا مضاربين وهذا، عاد تحلت ليا القناه والحمد لله والشكر لله. ايوا كما كتشوفوا في العنوان هادشي اللي عطا الله، عرفتي هاد الفيديو يا البنات، بقيت شحال وشحال وشحال باش نديرو لكم، ما قدرتش يعني عرفتي، باش جاتني الجراه وباش هذا باش نصور لكم هاد الفيديو ونجي نحط الكاميرا ونهضر معاكم ونقول لكم هاد الخبار، عرفتي جاتني ثقيله بزاف 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 بزاف. معمر كنت نتوقع غندير هاد الفيديو بحال هكا في قناتي، قسما بالله معمرني كنت متوقعه غنحطه في القناه بحال هكا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اي حاجه حنا في الدنيا ما تتعرفي ربي شنو تيجيب لك، يعني تيجيبك حاجه زوينه، ولكن الله ديما ربي تيجيبنا الحاجه الزوينه، ما تيجيبش لنا الحاجه الخايبه. تقدر تكون هاد الحاجه تشوفها انت خايبه تكون حاجه زوينه لك، يعني بزاف الحوايج يعني تقولي الحمد لله والشكر لله. هادشي البنات فين غبرت عليكم كما كتشوفوا، وانا وكريم صافي تفارقنا، كل واحد شد الطريق ديالو. يعني هذه علاش المده اللي علاش غبرت عليكم، يعني جاتني ثقيله بزاف وصعيبه وما تقبلتهاش، يعني مرضت فيها نفسانيا يعني، راكم عارفين حنا العيالات ضروري احنا حساسين الهرمونات وهذه بلادك تتبدل، يعني جاتني صعيبه بزاف راكم عارفين. كريم راه كان صديق ديالي، كان السند ديالي، كان صاحبي، في صاحبتي، في اختي، في الاب ديالي، في كلشي، هو شي كريم جامع في كلشي. ولكن طراو المشاكل اللي صعيبه بزاف، يعني صافي واحد المشاكل من الولاده، المشاكل طراو بزاف، يعني واحد المشاكل اللي صعيبه، يعني ما نقدروش صافي، يا صافي واحد وصلت لواحد لقيته صافي، ما بقاش لقينا الحلول، يعني واحد المش صافي يعني صافي، قال اللهم الفراق هو الحل النهائي، يعني فكرنا عطينا الفرصه لبعضياتنا صافي، كان الفراق هو الحل النهائي، اللي باش بجوج واحد يعيش بسلام وتا الاخر يعيش بسلام. كيما كتشوفوا راه كنت بارطاجي معكم حياتنا كما هي انا وكريم، كما حنايا يعني دوك الفيديوهات كنتو تتفرجوا فيا حنايا هكا تتفرجوا فيا تنصوروا عادي بهضرتنا بعفويتنا كما انا وكريم كما انا ويا صحاب هكاك، يعني معروفين حنايا. راه انا كريم تنعرفو تقريبا تنعرف كريم من 2016، يعني باش تنعرفو يعني كنت انا وياها غاديين جايين مع بعضياتنا، خدم مع بعضياتنا، صبرنا مع بعضياتنا، تعاوننا مع بعضياتنا، يعني بزاف الحوايج درنا مع بعضياتنا، فلوسي هو فلوسه وفلوسه هو فلوسي، يعني تعاوننا مع بعضياتنا، ما نكذبش عليكم.
ما كناش نحسوا بداك الفرق، بحال كنا حنا في بعضياتنا هادشي اللي كاين، يعني ما كناش نحسوا بداك الفرق بين بيناتنا، ولا هذا فلوسك وهذا فلوسي، الا ما كانش بيناتنا هادشي. يعني بيناتنا التفاهم لواحد الدرجه ما تصوروش، حتى في الخدمه هو لدرجه والله العظيم البنات الخدمه الاولانيه خرج على قبلي، كدبش عليكم خرج على قبلي، الخدمه الثانيه حتى يخرج على قبلي، انا ديما المشاكل يعني يخرج على قبلي في الخدمه. حتى انا الحمد لله ملي كنت خدامه هو كان جالس نتعاون انا وياه، هو اللي واخا باقي ما كناش ديك الساعه يعني مزوجين ولا حتى شي حاجه، واخا كانت الفلوس تتعاون وياه الكرا هاكي خاصك هادي دير هادي شدادي، يعني معاونين حتى لدرجه انا حتى في الزواج ديالنا والله البنات يعني ملي جا خطبني وهذا قال لي الا مرا ما عنديش، قلت لي ماشي مشكل، ملي جا خطبني عطاني 2000 درهم يعني حتى الخاتم تاع الزواج، والله ما شريتو شي الخاتم تاع الزواج، شريتو حتى لهذا لهذا كدرت واحد الجيفواي انا واحد صاحبتي وشريته ب 1300 درهم باش شريت خاتم تاع الزوج، قلت لي ماشي مشكل، المهم ونتفاهموا ونتعاونوا مع بعضياتنا وهكا، وراه ربي راه تيجي بالتيسير، يعني ماشي ضروري غتعطيني هكا وهكا باش، ولكن هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي مكتاب باك تشويتو يكتب، ولكن راه كتاب الحمد لله والشكر. انا عارفكم غتصدموا، ولكن المشاكل بزاف، الله يسهل عليه في محسن، والله يجيب ليه محسن، هادشي اللي شنطلب ليه اللي يولي فيها الخير ليه، الله يجيبها ليه، هادشي اللي كاين انا الله يسر، هادشي اللي كاين والله العظيم. عرفتي هاد الفيديو ما جاتي صعيبه باش بارطاجي معاكم، حيت عارفاكم غتصدموا غتشوكي وهكا، خرجوا شي فيديوهات تيهضروا عليا وهذوك، قلت ما عرفتش منين جاتهم الاخبار ما كذبش عليكم. الحمد لله هادشي اللي غنقول لكم، الحمد لله والشكر لله، يعني عرفتي طراو شي مشاكل اللي صعيبه بزاف ما قدرناش نصبروا عليهم، يعني من كذبش عليكم من الولاده صافي والمشاكل هما يطراو. هادشي اللي واقع البنات، يعني هادشي علاش خبرت عليكم وهاد المده كامله، هادشي اللي طرا فراقي انا وكريم، هادشي علاش ما بقاش نحط لكم حتى شي حاجه. كما قلت لكم راه انا وراه نتوما عارفين المتتبعين ديالي تقريبا دابا راه 3 سنين هادي تتعرفوني، الا وعندي شي حاجه علاش نغبر، هادشي اللي كاين وان شاء الله راه غنرجع باذن الله، ومازال عندي بزاف الحوايج غنعاودو لكم وغنديطايي لكم بزاف الحاجات، وضروري خاصني نوض نخدم، خاصني ضروري نوض نخدم ونضرب تماره صباح وعشيه، ماشي عليا ماشي على قبلي، على قبل هذيك الدريريه، حيت انا اللي عندها، انا اللي خاصني نوقف عليها، انا اللي خاصني نخدم، انا اللي خاصني نوجد ليها نضرب، خاصني نخدم، وتنتمنى منكم الدعم ديالكم وتوقفوا معايا كما واقفين معايا ديما، راكم عارفين حتى 6 شهور والتغابر على القناه شويه القناه تتاثر من هاد الغيبه اللي تتغبر عليها. ما تنسونيش من الدعم ديالكم ومن بارطاج القناه، وسمحوا لي بزاف ديما تبقى نقول لكم سمحوا لي بزاف ملي نبارطاجي معكم بحال هكا شي مشكل ولا هكا، ولا تنعطيكم هاد الطاقه اللي كما كنقولوا سلبيه، ما تنبغيش ندخلها لكم انا لديوركم كاع، ديما تنحاول نعطيكم الحاجه اللي زوينه واللي تفرجوا فيا، تنحاول نبعد عليكم اي مشكل باش تفرجوا فيا مع عائلاتكم وانتم فرحانين، تفرجوا في داك الفيديو تستافدوا منه وتضحكوا وتشوفوني بواحد الفرحه، انا عارفاكم ديما تتبغوني فرحانه ضاحكه وتشوفوني واصله ومكبله، ولكن هادشي اللي مقسم الله ديما تنقول لكم اللي مقسم الله راه تيدوز على الراس، الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله غنحط لكم فيديوهات جديده باذن الله، بزاف الحاجات، وان شاء الله الله يدير لي فيها الخير، هادشي اللي تنطلب الله يدير ليها فيها الخير ليا ولبنتي وليكم نتوما، هادشي اللي تنطلب لكم، وتهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم، وشكرا بزاف، هادشي اللي غنقول شكرا بزاف، وسمحوا لي سمحوا لي بزاف سمحوا لي، سلام عليكم، باي باي، تهلاو لي فراسكم، باي باي.